السلام على أحرار العرب جميعا وخاصة الشباب منهم، والسلام على الشعب الفلسطيني المقاوم، وعلى المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى. السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق، وأخص بالذكر الشهيد الشيخ أحمد ياسين، والشهيد السيد عباس الموسوي، والشهيد فتحي الشقاقي، والشهيد عماد مغنية، والشهيد عبد العزيز الرنتيسي، والشهيد أبا مهدي المهندس، ثم القامة الرفيعة لشهداء المقاومة الشهيد قاسم سليماني. فكل واحد من هؤلاء بعد حياتهم المعطاءة المباركة قد ترك بشهادته آثارا مهمة في بيئة المقاومة.